الجو مشمس اليوم. ماذا تطالعين؟ أوه، هذه المجوهرات ثمينة. يبدو أنها تريد مجوهرات. سأعود حالاً. مرحباً، هل لديك شيء كهذا؟ أتيت إلى المكان المناسب، ما رأيك؟ سعره غالٍ. هذا؟ إنه أغلى. ماذا عن هذا؟ يا إلهي، لحظة، نجدة، ماذا سأفعل؟ أجل، أترى هذا القلم الخطاط؟ استخدم قلم الغراء لإنشاء تصميم جميل. واصل واحرص على أن يلتف حول القلم. أزله حالما يجف. واو، ماذا؟ اختر يدا. هذا. حسناً، هذا مفاجأة. هل هذا الخاتم لي؟ إنه مميز، خاتم حقيقي لي. لم أعد بحاجة لهذه المجلة، لقد أعجبني. هل هي غارقة في النوم؟ لقد تحركت. سأخذ المكياج وأهرب. أوف، هربت بجلدي. انظري، سرقت حقيبة مكياج أمي. كلا، لا يمكنك استخدامها، ستغضب منك. أوف، أنت جبانة. يا ويلك من أمي. أجل، أحمر الشفاه، هذا جميل. يا إلهي، هل هذا مقصها؟ سأقص أطراف شعري به. أظن أن الغرة ستمنحني مظهرا جديدا. سأقصها بشكل مستقيم. أو لا، ماذا فعلت؟ أوف، ماذا الآن؟ أوه، هذه مصيبة. أوه، القلم ثلاثي الأبعاد سيحل مشكلتها بسهولة. سأرسم هذا الشكل أولاً، ثم سأملأه بهذا الشكل. انتهيت. حسناً، سأقلبه الآن. سأضع نقطة صغيرة هنا وأثبت الطرفين معاً. هكذا إلى الخطوة التالية. سأضع بعض النقاط الزرقاء، لكني لن أضع الكثير منها. حسناً، أظن أني انتهيت. انظري ماذا صنعت، هذا المشبك. سأضعه على شعرك. أترين، أخفيت الغرة البشعة. واو، شكراً جزيلاً. أهم، من سرقت حقيبة مكياجي؟ هي الفاعلة، أنا بريئة. أوف، المكان بارد. هل نمت على الأريكة؟ أوه، أهلاً بشعر متشابك. ها هو المشط والكثير من الخردة. هذا مقزز، الأغراض مغطاة بشباك العنكبوت. إنه أفضل من لا شيء. لا يعمل كأنه مشط. لماذا شعري متشابك بشدة؟ أي، هذه الخصلة صعبة. أوه، هذا سخيف. هيا، غادري شعري. أوه، هل كان كل هذا على رأسي ونزعته؟ كيف فعل المشط المسكين كل هذا؟ لا يهم، سأستخدم أظافري. هذا لا يعمل. هل يوجد أي شيء حولي؟ ماذا عن هذه الملعقة؟ أجل، استخدمي القلم ثلاثي الأبعاد لصنع أسنان الفرشاة. قد يستغرق ذلك بعض الوقت، لكن النتيجة تستحق العناء. يمكنك عمل الشعيرات بالطول الذي ترغبين به. واصلي حتى تغطي كل الملعقة. حان وقت قص الشعيرات. للنصف طول ممتاز. وحصلت على فرشاة جديدة. سأتخلص من كل الخصل المتشابكة الآن. سيصبح شعري حريرياً ولم أنفق قرشاً واحداً. لا يبدو شعري رائعاً الآن؟
الإبداع رائع ومرهق. شعري جاهز للمدرسة. أين وضعت الكتب؟ ها هي. أحتاج إلى أغراض كثيرة اليوم. هناك شيء ناقص. أين أقلامي؟ أنا متأكدة أني تركتها هنا. يا إلهي، أعدها أيها الفأر الغبي. أنا أحتاجها بشدة، أرجوك. يا أصدق ما حدث. مهلاً، علبة برينجلز يمكنني الاستفادة منها. ضع غراء ساخناً على الجوانب هكذا، ثم أضف خطوطاً متعرجة. اقلب العلبة الآن. وضع الغراء على حواف القاعة، ولا تنسى القاعة نفسه. الخطوط المتقاطعة خيار جيد. هكذا، اقلب العلبة مع الخطوط وأخرج العلبة. ألصق القطعة العلوية والسفلية وأضف سحاباً، وأصبح لديك مقلمة. والحاجة أم الاختراع بالفعل. يجب ألا أتأخر على المدرسة. مرحباً أيفا، تبدين متألقة اليوم. هل هذا ذهب حقيقي؟ لا. هل هذا ديفيد؟ لا، شعري فسدت اللحظة بسبب شعري. أوف، الشعر الطويل مزعج. هذا أفضل، لم يلاحظني حتى. تجذب أيفا كل الأنظار إليها. حقاً، سأحاول مجدداً. لا بأس. وقعت كل أغراضي. هذا اليوم سيء من أوله. مرحباً ديفيد. واو، أقراطعاني جميلة. مرحباً. أنا؟ المعذرة؟ إلى أين ذهبت؟ أوف، هل أعجبت؟ إنها فريدة من نوعها. راسليني على إنستغرام. هل تظن أني أنها أنيقة؟ لكن أقراطها رائعة. أعجبتني أقراطك. سأساعدك في صنع أقراط مثلها. ارسمي صورة ورقة شجر بالقلم ثلاثي الأبعاد ولونيها أيضاً. ألا تبدو مثل ورقة شجر حقيقية؟ بعد أن تجف، ضعي سلسلة عليها، ثم أضيفي ورقة شجر أخرى في الأسفل، فستحصلين على هذا القرط. رائع. هاني، شكراً. تبدو غالية على الأقل. إلى دش الصباح. لا أريد أن أغسل شعري اليوم. ها هي ليفة الجسم. يا سلام، هذا الصابون منعش. هذه الكمية تكفي. أفركي وأفركي، أحب النظافة. أوف، لا أستطيع الوصول إلى ظهري. هيا، يجب أن أمد أكثر. أوف، مهلاً، ربما إن استخدمت الجدار. كلا، فكرة فاشلة. ماذا لو وجدتها؟ تعال أيها الغراء الساخن. سأضع بعض الخطوط المتعرجة. جيد، وبعض النقاط الآن. هذا النمط جميل. هذا يكفي، سأجربه الآن. إنه يعمل. أنا أفرك ظهري دون استخدام يدي. سأغسل يدي. رائحة هذا الصابون منعشة. تباً، إنه زلق. أمسكتك. ماذا؟ هل تمزح معي؟
هيا يا صابون، ابقى في مكانك، مفهوم؟ لا مزيد من الانزلاق. هم ماذا؟ كيف حدث ذلك؟ لابد من حل لهذه المشكلة. أوه، صحن الصابون، هذا بيتك الجديد يا صابوني. أوف، ماذا حدث؟ لقد ذاب الصابون. يا كم أكره ذلك، هذا مقزز، لا أريد استعماله بهذه الحالة. لا بأس، سأستخدم لوحة صابون جديد، لكن إن وضعته في الصحن ستتكرر المشكلة. فكري يا جينيفر، فكري. أوه، قد تنجح هذه الفكرة. حان وقت استخدام الغراء الساخن. سأصنع شكل مستطيلاً وسأترك فتحة ناحية المغسلة. سأضيف بعض الخطوط المتعرجة بهذا الشكل. ممتاز، الآن سأغسل يدي. أحب استخدام الصابون الجديد. ارتح يا صابوني هنا، نجحت الفكرة، إنه يتصافى من الماء، لن يذوب الصابون ولن ينزلق إلى المغسلة. حلت المشكلة.